كسر رجاله. هاي عاش، مبروك المكسب. كسبتوا النهائي رجاله. قبل النهائي يا نجم تقول ايه النهارده وانت نازل من بره؟ كابتن عمار منزلك، جبت جونين، تقول ايه؟ تقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين على المكسب. ها الحمد لله رب العالمين على المكسب. مهند قول لنا احساسك بعد ما كسبت قبل النهائي، وان شاء الله السنه دي كل التوفيق ربنا. كل التوفيق من عند ربنا. حسن نجم كبير، عملت ماتش كويس، ان شاء الله ربنا يكرمكم في النهايه باذن الله. ماشي يا حبيب قلبي. مؤمن حسين، هارد لك يا حبيبي، كل سنه كنت بتبقى في النهائي، زعلان ليه النهارده؟ حبيب قلبي الكره مكسب وخساره. يا كابتن. اه. خير خير معلش. كل مره. لا خد يا عمر. عمر زعلان ليه يا بابا؟ انت كل سنه بتلعب النهائي، زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ زعلان ليه يا عمر؟ الكره مكسب وخساره ولا لا؟ بس ما زعلش. صوفي صوفي زعلان ليه يا صوفي؟ زعلان ليه؟ انت راجل هداف الدوري، زعلان ليه؟ عارف زعلان امتى؟ احنا لسه نايمين. ايوه معلش، كرة مكسب وخسارة، وألف مبروك عليك هداف الدوري يا نجم. نجمنا الكبير راغب محمود راغب، كلمنا النهاردة عن إحساسك بالمكسب. الحمد لله النهاردة كان ماتش كويس يعني، وجبنا جون والتاني وتعاوننا مع أصحابنا، الحمد لله فزنا 4-1، وإن شاء الله نلعب في أداء كويس في النهائي، إن شاء الله ناخد الميداليات والكأس. التغييرات فرقت معاكم؟ أكيد، مازن كان في تبديل نزل جاب جونين فخلانا 4، يعني التبديلات عملت تركية كبيرة جدا. حبيب قلبي ألف مبروك المكسب، وإن شاء الله بإذن الله تفرحونا في النهاية. نجمنا الكبير مهند مؤمن لطيف، كلمنا عن إحساسك النهاردة بعد المكسب 4-1 على فرقة تقيلة زي فاصل 5 تاني. كله بتوفيق ربنا، وإحنا لعبنا الشوط الأول وتعادلنا 0-0، والشوط التاني لعبنا وكسبنا 4-1، كله بتعاوننا مع أصحابنا وكده يعني. التغييرات فرقت معاكو؟ مازن حليم شايفه الكابتن بينزله الشوط الثاني؟ دخل جونين ويعني عمل شغل حلو جدا، ولو ما كانش اتبدل احنا كنت بقول ممكن نتعادل 2-2. كنت شايف كابتن من بره بيديكوا تعليمات وكده، انتوا كنتوا مجهزين خطه للماتش ده ولا لا؟ كنا مجهزين ان شاء الله باذن الله تجتهد، وباذن الله المكسب يكون من نصيبكم. شكرا يا كابتن مهند حبيب. احمد محمد صوفي، النجم الكبير الموهوب، أكاديمية الفاروق، مهارة عالية، مراوغات كبيرة، ليك اسلوب وستايل لعب مميز، أرد لك على الخسارة وإن شاء الله تعوضه في اللي جاي. إحساسك إيه بعد الخسارة النهاردة؟ إداني الطاقة اللي أنا أفوز الترم التاني بإذن الله، وعشان فريقهم كانت حلوة أوي، وإحنا كان في ناس كتيرة غايبة يعني النهاردة، وبإذن الله نعوضهم. إحساسك إيه بعد الهزيمة ولما عرفت إن أنت هداف الدوري برصيد 6 أهداف على المرحلتين ابتدائي واعدادي؟ فرحت يعني، فرحت. كم جون؟ 6 اهداف. الف مبروك يا هداف، نتمنى لك التوفيق في اللي جاي، ان شاء الله موجود في صفحتنا على الفيسبوك النهارده، تابعنا شوف صورك، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك في الترم الثاني بالمركز الاول. كبير مؤمن حسين، عرض لك الخساره النهارده من فصل 5 تالت، قول لي انتوا الدنيا مشيت معاكم ازاي في الماتش النهارده؟ والله احنا بنلعب وجبنا اجوان ولعبنا وكسبنا كل الماتشات اللي فاتت انا بالفعل انتوا الفرقه الوحيده اللي ما اتغلبتش طول الدوري، ولا دخل في جون، ولا دخل فينا ولا جون، ما عدا طبعا الماتش ده للاسف احنا خسرنا، ان شاء الله نتمنى التوفيق للجاي باذن الله. بطل قول لي انا عندكم غيابات النهارده كتير في الماتش؟ والله كان عندنا الحارس بتاعنا وعندنا الحكم شاب علاء بيلعب معانا برضو. الحكم ظلمكم في الماتش ده ولا شايف ان التحكيم ملوش علاقه بالنتيجه؟ لا التحكيم حلو الحمد لله، بس احنا اللي ما قدرناش. انا بفكرك ساجد سامح، سيف سامح بعد المباراه شايفه بيعيط، عمر عبد العال بيعيط، ما ليه؟ عين الخساره. طب احنا مش قلنا الخساره المكسب الكره مكسب وخساره؟ اصل احنا تعبنا الماتشات اللي فاتت عشان نوصل للوقت ده. حبيب قلبي انا بفرحك وبقول لك خبر يفرحك ان شاء الله، انت موجود معانا في استفتاء افضل لاعب على صفحتنا على الفيسبوك مدارس الفاروق الخاصه بالفيوم، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ماشي حبيب قلبي، اتفضل.